ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو المطار هتنزل البس كمامة زي دايت عشان سلامتي وسلامتك. وقعدوا مع اولادكم. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله. انا جاي اقول لكم كلام بسيط جدا. لازم نلتزم بالقواعد. لازم نسمع كلام حكومتنا. احنا مش بنقول كلام غلط. لازم نقعد في البيت ولازم نلتزم بالقواعد عشان سلامتي وسلامتك. بحبك على نفسي. خلي بالكم على نفسكم. انا بحبكم. محدش ينزل عشان الفيروس ولا واغسلوا كويس ايديكم عشان الميكروبات والفيروس الكورونا. واغسلوا ايديكم كويس بالصابون علشان خاطرنا. خليك في البيت. اوعى تنزل علشان سلامتك وعلشان سلامي. خليكم مع بيتكم عشان امان. علشان خاطرنا خليكم في بيتكم علشان سلامتكم وسلامتنا. خليكم في البيت عشان امان وتحمي نفسك. كويس والصابون وستركم بيتكم عشان سلامتكم. عشان خاطرنا وعشان بلدنا. لازم ما توقفوش في حتة زحمة. لازم ما تتجمعوش. وكمان تحذير الفيروس. وابوس ايديك وخليكوا في البيت. بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.